يخرج الناس من الظلمات إلى النور بإذن ربهم إلى صراط العزيز الحميد. ما هو مقصد هذا القرآن؟ وكذلك أوحينا إليك قرآنا عربيا لتنذر أم القرى. هذه غزة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وكذلك أوحينا إليك قرآنا عربيا وكذلك أوحينا إليك قرآنا عربيا لتنذر أم القرى ومن حولها وتنذر يوم الجمع لا ريب فيه. فريق في الجنة وفريق في السعير. ولو شاء الله لجعلهم أمة واحدة ولكن يدخل من يشاء في رحمته والظالمون ما لهم من ولي ولا نصير. طيب الله الأنفاس. هذا يا أخوان في أول سورة الشورى الله يبين للنبي صلى الله عليه وسلم مقصد القرآن لتنذر أم القرى ومن حولها وتنذر يوم الجمع لا ريب فيه فريق في الجنة وفريق في السعير. ثم يا إخواني ختمت هذه الآية. اسمع يا أهل القرآن كيف نتحصل على نور البصيرة. قالوا الصحابة تعلمنا الإيمان ثم تعلمنا القرآن فزدنا به إيمانا. الإيمان العمل. حقيقة الإيمان ليست ألفاظ الإيمان. تعلمنا الإيمان ثم تعلمنا القرآن فازددنا به إيمانا. الله أكبر. جميع الموعودات مربوطة بالإيمان. إن الله يدافع عن الذين آمنوا وكان حقا علينا نصر المؤمنين. وعد الله الذين آمنوا منكم عمر